شابكم الله. في آخر أسئلته يقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية ردا أو ابتداء؟ لا بأس به بدون فتنة، إذا كان ما فيه فتنة ولا يخشى من الفتنة، ويكون بكلام عادي ليس فيه خضوع بالقول، فلا بأس بذلك. السلام سنة ورده واجب، أما إذا ترتب عليه فتنة فإنه يترك هذا. نعم.